شريت لك شنو 75 دو 82 ا 175 خدمه تحويل مياه ولد الملاك اللي راح تستفيد منها 6 بلديات في اول الامر، ويكون عدد السكان المستفيد منها واكثر من 175 الف نسمه. تكلمنا مع السيد الوالي كذلك فيما يخص اضافه بلديتين اثنين، اولا القطب بلحاف الدير الجديد، وكذلك مدينه تبسها، ليصل عدد المستفيدين من هذه الخدمه، خدمه توصيل المياه، الى 800 الف نسمه.